بملحم بركات. اشتقنا. وانا كمان. وقت الواحد بيقول ملحم بركات تلقائيا بيفكر ملهم البركات الفنية، مسرحيا، غنائيا، موسيقيا، هيئة أخلاقياً. انت واخلاقيا، انسانيا، صحيح. معروف عنك جريء، عفوي، فنيا وانسانيا. معروف عنك حد، صادق. كل هالاشياء بتميزك، وهيدي كلها هي ملحم بركات اللي نحن بنحبه. الله يخليك. صلبه مزاجي كمان رح بنشوف لاحقا من خلال محطات من حياتك عبر الاغنيات، كيف كنت ملحم بركات من طفولتك وصولا لليوم. نعرف انك خلقت بكفرشيما سنة الـ45، مزبوط. والدك معلم ارميد ابضاي، ولكن كان كمان شاطر بالعزف على آلة العود، وبقولوا انك كنت تراقب اصابيعه حتى تتعلم منه الدق على آلة العود. قد ايه اثر فيك والدك؟ ضليت راقبه فارق الحياة. والدي بدق عود وكان صوت حلو جدا. الله يرحم في ليمون كان يقول لي يا ريت بيك بغني. يعني مغنى اصول، مش انه يحترف يعني. ايه نعم. فانا كنت راقبه دايما، وكان يحط العود على ظهر الخزانه. قلت له لوالدي حطه فوق، حطه، لانه في مره بشرقه. في مره حطه على التخت، نسيه. نعم. على التخت. نعم. نمت حده هيك وصرت العب فيه للعود هيك، اتسلى فيه. غنجو يعني، ولما تدق على الاوتار. ايه، وقال له معقول ترفقني بحياتي هيك، يصير انا وياك سوا. اها. فكنت احكي يعني، احكي. والدي سمعتني عم بحكي معه. فقالت له بقاش تحط العود على التخت، حطه على ظهر الخزانه. تيهربوا منك يعني. ايه، صرت حط كرستين فوق بعضهم، بتعرف الكراسي فوق بعض مش هيني. اكيد. ياما وقعت. وقع تجي الوالدة، شوفي ما إلا مشي مشي هيك، حط كراسي، بضل انزله وتعلم. بعدين صار يرخي له وتره. انت ما تقدر تدق، بس كنت برضه انت يسموك بالضيعه، مطرب الضيعه، لأندندن لاصحابك ولرفاقك تغني لهم. ايه، دائما كنت اغني لهم ونعمل هيك جلسات. في ابن خالتي عنده شريط من هودي تبع نقرة قديمين كثير، نقرة، شريط النقرة. ايه، ترجيت ضيعتني اياه، لانه في مره عرسنا عملنا سهره هيك، كنا شي 20 شاب، كان يومتها هيك صوتي فاتح مظبوط، مغني الاغاني لعبد الوهاب 4 5 اغاني، يعني اذا انا بسمعهم هلا ما بصدق اني انا. انك انت قلتهم صراحه. طب قبل ما نوصل لعبد الوهاب يلي هو والدك بفتكر خليك تحبه وتتاثر فيه، انت وحيد على صبيتين نوال وليلى. وليلى غنجوك لان كنت وحيد؟ لا، ولان كنت الصبي الوحيد بين بنتين. ما كناش نغنج بعضنا، حتى بالبيت ما حدا كان يغنج تاني. والله يعني مثلا انا مش فايق امي او بيي بيسوني شي مره. ليه؟ كانوا يعتبروها ضعف؟ كان هيك عويدنا، بس كنا عاطفيين كثير. في ناس كثير يبقوا عاطفيين، بيهني ما بيتنازلوا او ما بدهم يحسسوا انه هيك بيضعفوا قدام اولادهم. بدللهم. انت اليوم زيت شيء ولا بتعبر عن عاطفتك؟ انا هيك. ما بتعبر بعدك لليوم؟ لا، انا مثلهم. اها. ما بدلل ولد ولا بغنجه ابدا. طيب ليه بيك ما شجعك على المغنى؟ شو كان يعتبر؟ بيي قد ما كان يحب عبد الوهاب وكان يعرف شو عبد الوهاب، لما مره كمشني انه كنت عم بدرس بالمعهد على السكت، كنت خبي الدفاتر النوطة وهذا بكيس ترابي تبع البطون، ما كان في كيس نايلون هذيك. نعم. ما كانش في نايلون، اليوم عايشين ما كان في تلوث، لانه عايشين على النايلون اليوم. فكمشني هوني ولد. فهمتوها؟ ايه اكيد، قطوها على الطاير. ايه، فهموها على الطاير. بقى كنت خبي بكيس ترابي تحت الحجر هيك، قام جابهم فرجيهم لبيي، قام بيي قال لي شو عم تتعلم بالمعهد الموسيقى؟ قلت له ايه. قال لي لشو عم تتعلم؟ قلت له بدي غني، بدي اعمل مطرب. نعم. قال لي بيي بدك تعمل مطرب في عبد الوهاب؟ هاي الكلمة رجفتني هيك. انا على سيرة قبل ما تصير فنان؟ لا، من بعد ما هيك صرت شاطر على العود وغني. كانوا عاملين مسرحية اسمها جونفييف بكفرشيما، كنت بين الفصل والفصل، طلعوني غني غنية. نعم. فمرة قالي جاي حليم الرومي يحضر، لأنه هيدي وقتها حليم الرومي شجعك؟ هي كانت بالمدرسة ولا بالضيعة؟ لا، بالضيعة، حفلة الضيعة مش بالمدرسة.
وبتتذكر شو كانت الغنية اللي كانت عم تقولها؟ حليم الرومي يعني كيف ما بعرف كيف بسمون سلاف سلفي سلفي ما بعرف شو يعني مرته نعم ومرت ريمون الصفدي اللي عمل المسرحية خيات خيات يمكن بيقربوا بعض يعني عديله يمكن يعني هو عديله لريمون الصفدي يوسف الصفدي كان هو بالإذاعة موظف الإذاعة اللبنانية عديله اغنيه خيات فقام قال لي قمت أنا جيت على المسرحية بدي غني قالوا لي في حليم الرومي أنا صرت أرجف صرت ارجف وبلش مصارين يكركروا حالي يعني صار معي حصير معي انهيار حليم الرومي مش هين يعني اكيد طبعا وكان حليم الرومي كل ما اجى عبد الوهاب على لبنان يجي عند حليم قبل كل شيء نعم وبقاب مره شفته بقاب لابس كبوت حليم بيلبس كبوت بقاب يعني قد ما مسرسب على صوته على حاله وعلى صحته المهم طلعت انا قدموني طلعت انا صرت ارجف انا بس طلعت على المسرح طلعت ما لقيت حليم قدام قاعد ارتحت ترقام وراح لورا 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 في بار هيك وقف هونيك حليم تيري بتعرفي فنان بيعرف نعم. لك هذا الصبي عثمان رعب مني تيري سامع عني هو نعم حكينه بقى غنيت انا احب عيش الحريه كنت حبها كثير هالغنيه من انا وولد يعني خلصت اخذت العود ونزلت انا مشيت هيك لقيته وقف بوجهي قلت له انا غنيت منيح عمو حليم كنت فريخ انا قال لي يا ابني لازم تدرس موسيقى انت نعم قلت له وين بدي ادرس انت بتعلمني قال لي لا مش انا بس انا بحكي لك المعهد الموسيقي كان جورج فرح مدير المعهد صحيح وانا بهاليوم ما بدي عليك خبر بعد ثلاث اربع ايام دق لي والله قال لي انزل حد وخبيت على والدك يعني مثل ما ذكرت ما عاد من وقتها لا كنت عم بدرس انا على السكت وكمشني الوالد ايه لكن ما زال عم نذكر الوالد وقد ايه كنت متاثر بعبد الوهاب بالاسم بدي احط اجر فاجر فيك تحط انت اجر فاجر, فأجر, فأجر مش هنسميك خليني احسن منك خلينا نسمع غنيه لعبد الوهاب شو رايك بهالبدايه مين انا بدي غنيها؟ سوا بدنا نسمعها ايه بدك تغني؟ لا إذا بتحب تغني لنا غنينا ما نتمنى يمكن اتحمس يمكن ما اتحمس طيب بداية لكان هلا رح نسمع الأغنية وبعد البركي بيطلع عبالك على راحتك لعبد الوهاب المسرح كله لإلك ملحم بركات والسهرة لإلك طول لي عمري يلا ليه
تبعد عني وتشغلني. عفيف مرهش سمعنا أغنية يا مسافر. أول مرة لحنت، بيقولوا لحنت كلمات أخذتهم من الجريدة، شو كان قصدك بالموضوع؟ يعني هل كان تحدي انه اللحن دايما بيكون اقوى من الكلمه، ولا شو المقصود؟ الملحن الملحن بلحن كل شيء. فانا كان عندنا شاعر الله يرحمه مروان النصر. نعم. بقى جيت بدي هيك لحن، كنت اشتري غنية ما معي. اشتريت الجريدة بدل ما تشتري الغنية؟ لا، شفت جريدة عند ناس هيك على الطاولة، أخذتها. ما بعرف شو كاتبين، لقد وصل الرئيس، ما بعرف شو، لحنتها حوار يعني هيك. نعم. فقمت أنا اشتريت، جمعت مصاري وأخذت من والدي، والدي كان أمي تحطهم بكيس هيك. عرفت كيف؟ بعبة؟ قد ما كنت أطلب منها مرة، قالت لي هيك خبرية من الخبريات، قالت لي مش لأمي مش حرام عليك قد الهي وقف وجهي عم تطلبني مصاري، كنت صرت شاب شاب. نعم. وربيت شوارب يعني، تخيل. بعدين رحت شلت شوارب، قلت انا عيب. اها، شو قد الهي. المهم اشتريت غنية ولحنتها. نعم. هي اول اغنية لحنتها. شو هي؟ فايق فيك خبرك لنا اياها؟ لا، نسيها. نسيتها؟ نسيتها، عندي اياها موجودة على السي دي، على كاسيت. اخذتها الغنية وطلعت عند فيليمون. نعم. هلا انا مش مصدق، ما كنتش عارف كيف يعني كيف اذا اللحن مزبوط او مش مزبوط. طلع سمعته يا لفيليمون، قال لي مين عملها هي؟ قلت له واحد مش وفات بس رجعت من بيت الجردي. قلت له لانه كان بيت الجردي كثير اصحابنا، قلت انا بعرفش غير من هون. قلت انا بقول لهم بيت الجردي. قال لي ملعون هيئته هذا موهوب. قلت له بدك صراحه؟ قلت له انا ملحن وقمت اركوت، قد ما كنت اخجل هيك مش مصدق. من هونيك بلشت، حسيت على حالي. كان في شخص كتير شاطر بالانغام، كان تلفن له بالليل وحدة تنتين ثلاثة. نعم. أنا عم لحن مثلا عن الأنغام، كيف البياتي والسيقا والرست وهبدو يعني. يعني حليم تعلمنا لوحدنا، ما حدا أثروا بالبداية يعني، حطوك على الطريق الصح. ايه، يعني ما حدا ساعدني، يعني كيف ساعدني؟ يعني نبهني، قال لي لازم تدرس. نعم. هو حليم الرومي. نعم. الله يرحمه. طيب، بنقول ألحانك اخترنا جيو أنت ملحنه، رح نسمعك، شو رأيك؟ إيه؟ غني إذا طلع بالك. لا، مش طلع بالي. طيب، مثل ما بدك.